السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي طلاب الصف الرابع الابتدائي، اهلا بيكم في فيديو ودرس جديد. ان شاء الله النهاردة هناخد كلمات الدرس الثالث في كتاب بيت باي بيت. هنقرأ مع بعض الكلمات وكمان هنحل مع بعض صفحة 35 في كتاب بيت باي بيت. يلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة صفحة 27 في كتاب بيت باي بيت. كلمة جحر او حفرة هول. مسرور pleased. مسرور برضو الكلمتين بيساووا بعض. delighted. الجي والاتش هنا سايلنت ملهاش صوت يا سنة رابعة، يبقى اسمها delighted. متحمس excited. طيب عندنا هنا كلمة far يعني mouse. فئران ده جمع تشاز غير منتظم، ده هتبقى اسمها mice. يبقى mouse. ناصية أو شارع corner. درس أخلاقي moral. ردد ورايا علشان تحفظ. قيمة أخلاقية value. مدينة city. القرية the country. وخلي بالك لازم يبقى ذا عشان country لوحدها ممكن تيجي بمعنى دولة أو بلد. طيب القرية بقى لما أقصد القرية لازم أحط ذا، يبقى ذا country. الأرض ground. بذرة seed. جميل pretty. ملء full. وبتاخد حرف الجر of. أنوار ساطعة bright lights. الجي والإتش هنا في bright silent، والجي والإتش كمان في light silent. سبب reason. قطار train. دخان أو عوادم smoke. نجمة star. ضوضاء noise. لا يصدق incredibly. عالي loud. مرعوب scared. صوت sound. رائحة smell. فجأة suddenly. صوت voice. مثير exciting. حياة life. جيد good. موقف situation t-i-o-n اتنطقت شن، يبقى situation. عايز اقولك ايه الفرق بين هنا بين صوت، كلمة صوت sound وكلمة صوت voice. كلمة voice ده صوت انسان، اما كلمة sound ممكن يبقى صوت اي شيء تاني. طيب تعالى نشوف ال verbs. عندنا افعال منتظمة regular verbs. الأفعال المنتظمة دي اللي هو الماضي بتاعها اللي هو التصريف التاني بياخد على آخره دي أو إي دي أو آي إي دي. عندي كلمة يزور visited. يتوقف stopped. وخلي بالك بحط اتنين بي، ها بي حط بي تانية. ينتظر waited. يبدأ started. تمطر rained. يغطي cover covered.
يحضر، بيحضر حاجة يعني prepare 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 prepared prepared. تعال نشوف ال irregular verbs، أفعال غير منتظمة يعني التصريف التاني الماضي بتاعها شكله بيتغير، ما بياخدش لا دي ولا اي دي ولا اي اي دي، زي يأتي come 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 came came، يأكل eat eat ate ate، نفس نطق ate بتاعت رقم 8 ate، يلحق catch 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 coat coat، الجي والاتش silent silent ما منطقهمش coat coat، يجري run 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 rain rain rain، يرجع go back go back go back went back went back went back، يبقى go الماضي منها went، يجري بعيدا run away run away run away الماضي ran away ran away ran away، يفكر think think think، فكر thought thought thought، الجي والاتش silent، يتعلم learn 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 الماضي learn it learn it learn it، يعطي give 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 الماضي gave gave، يعرف no no الك لما يجي وراها ان بتبقى silent، الماضي new new. يلا نشوف صفحة 28، بيقول لي هنا كلمة شكرا يعني thank you thank you thank you، اي تي اتش خلاص تعلمنا نطلع لساننا فيها اذا كانت ساء او زال، طب هنا thank هتبقى ساء يبقى thank you، كما تعرف you know you know you know الك اتفقنا لما يجي وراها ان تبقى silent، لما لا why don't you why don't you، خلي بالك بيجي وراها فعل في المصدر، يشعر بشأن feel about feel about feel about، يفكر في think of think of think of. طيب هنا يلحق بالقطار catch a train catch a train catch a train، في الليل at night at night at night، خلي بالك كلمة night بتاخد حرف الجر at، عندما just as just as just as، حان الوقت لي it's a time for it's a time for it's a time for، جيد لي good for good for good for، خلي بالك هنا عايز انبهك ان في عندنا جمع الشاز، يعني ايه جمع الشاز؟ يعني احنا عندنا الاول الجمع اصلا لما باجي اجمع بياخد على اخر الكلمة اس، زي ابوك الجمع بتاعها بوكس، ابن الجمع بتاعها بينز، طيب عندي جمع ما بياخدش اس شكله بيتغير، زي كلمة ماوس هتبقى مايس احفظها ماوس مايس، كلمة فوت يعني قدم فيت اقدام، كلمة child يعني طفل الجمع بتاعها children children أطفال، كلمة tooth tooth يعني سنة الجمع بتاعها teeth teeth أسنان. هنحل مع بعض صفحة 35، وبفكرك لازم تكون انت حالي الأول بالقلم الرصاص وما تغشش، اتأكد من حلك واعرف الأسئلة اللي انت مش عارفها وعيدها تاني في كشكول جنبك عشان تستفيد من الفيديو. أول حاجة هنا عندي كلمة pleased يعني مسرور، كلمة visited يعني زارة جاية من فعل يزور، smoke يعني دخان، covered يعني غطى، وcity يعني مدينة. بيقول لي one day في يوم من الأيام there was a city mouse، يوجد الفار بتاع الايه بتاع المدينة، and a country mouse والفار بتاع القرية، the country mouse was فار القرية كان، تبقى visited يبقى the country mouse for القرية هيبقى visited زار the city mouse for المدينة، the country mouse was for القرية كان ايه، يبقى رقم اتنين هتبقى pleased كان مسرور، and excited ومتحمس when the country mouse went to the يبقى went to the city يعني for المدينة كان فار القرية كان متحمس عندما ذهب إلى السيتي المدينة، he was scared هو كان خائف of the يبقى كان خايف من السموك الدخان، that covered the sky الذي غطى السماء،
Then he went back to the country where life was good for him. وبعد كده عاد إلى القرية المكان الذي يكون إيه جيد بالنسبة له. تمام؟ يبقى واحد هتبقى visited، اتنين pleased، تلاتة city، أربعة smoke. طيب تعال نشوف هنا نختار إيه. بيقول لي هنا the mouse was in his، الماوس الفار كان يوجد في، كان قاعد فين؟ يبقى in his hole in the ground، في الجحر بتاعه في الأرض. ground يعني أرض وhole يعني حفرة أو الجحر. number two بيقول لي the city is of bright lights، يبقى city is full of، full of يعني مملوء بي. وإحنا بنقرأ الكلمات دلوقتي قلت لك إن full بيجي مع حرف الجر of اللي هو OF، يبقى full of مملوء بي bright lights يعني الأضواء اللامعة أو الساطعة. number three بيقول we can a train at eight، يبقى we can catch، catch a train يعني يمكن أن نلحق بالقطار الساعة 8. number four بيقول لي it's time to go، إنه حان الوقت لي إيه؟ يبقى go to back، حان الوقت للرجوع إلى القرية. احفظها كده it's time to go back، it's time to go back، it's time to go back يعني حان وقت الرجوع أو العودة. طيب هنا البونكتويشن بيقول لي there is a train at eight، it في there، وبعد كده هنحط full stop عشان دي جملة خبرية. الباراجراف هنا بيقول لك the city mouse and the country mouse، هتتكلم عن فار المدينة وفار القرية، وبيقول لك استخدم الأسئلة دي الإجابة بتاعتهم يعني في الباراجراف. بيقول لك where did the country mouse live، أين كان يعيش فار الكنتري ماوس اللي هو الفار القرية؟ طبعا كان عايش في الجحر، hole in the ground. وبيقول لك هنا how was the country mouse، يعني كيف كان الكنتري ماوس شعوره ايه، او كيف كان اوصفه، كيف كان الكنتري ماوس، كيف كان شعور فار القرية. بكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة. ما تنسيش تعمل لايك، يلا لايك دلوقتي قبل ما تمشي، ودعوة كده ولكم بالمثل ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.